أينما كنتم السلام عليكم. النشرة الرياضية المفصلة من الميادين وفيها مدرب مصارعة روسي في قبضة السلطات التونسية بتهمة الإرهاب. فاسدو الفيفا يطالبون بالبراءة حتى ثبوت الإدانة. وفي النشرة أيضا أديداس تلمح إلى الخروج من عباءة فيفا. هل هي بداية زوال إمبراطورية كرة القدم؟ أهلا بكم. وزارة الشباب والرياضة التونسية تفتح تحقيقا حول ملابسات التعاقد مع مدرب روسي للمصارعة يشتبه بانتمائه إلى جماعات إرهابية. قرار الوزارة جاء على خلفية إلقاء القبض على المدرب من قبل سلطة مكافحة الإرهاب في تونس بعد الاشتباه في انتمائه وتعامله مع تنظيمات إرهابية وتورطه في قضايا مماثلة في عدة دول أخرى. المدرب الروسي أشرف على تدريب المنتخب الوطني التونسي للمصارعة في الفترة الأخيرة قبل أن يختفي الأسبوع الحالي في ظروف غامضة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الصحفي توفيق القاسم. أهلا وسهلا فيك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا. السؤال الأول، هل تم التأكد من تورط هذا المدرب الروسي بأعمال إرهابية معينة وانتمائه إلى جماعات إرهابية؟ أول شيء هو الخبر خرج يوم أمس عبر بلاغ من وكالة توصفيق الأنباء واستنادا إلى معلومات من وزارة الداخلية، وتم القبض أكيد وثابت على المدرب المعني بالامر. وبالنسبه لتاكيد الاخبار هي في انتظار تحقيق وزاره الداخليه، وتعرف ان تحقيق وزاره الداخليه النتائج تاخذ وقت كي تخرج للعموم وتنشر. والاكيد ان المعلومات الثابته ان المدرب تغيب على تدريبات المنتخب في الثلاث ايام الاخيره، وكان كل اللاعبين والإطار الفني المرافق يعتقد أن المدرب راح روسيا في إجازة آخر سنة، لكن تفاجأ الجميع يوم أمس بالبلاغ الصادر والمتضمن لإيقاف المدرب المعني بالأمر لهذه الأسباب، أسباب الاشتباه في تعامله مع عناصر من القاعدة وعناصر إرهابية. والمعلومة اللي خرجت أنه له علاقات سابقة مع تنظيمات إرهابية، هذا اللي تم نشره يوم أمس. وقامت وزارة الرياضة بإعلان القيام عن تحقيق. طيب، من خلال المعلومات المتوافرة أستاذ توفيق، من خلال ما تسرب من معلومات ربما من التحقيق وتوافر لديكم من معلومات، كيف تمكنت السلطات من معرفة أن هذا الرجل متورط؟ يعني كيف اشتبهت به أصلا؟ الاشتباه تأتي عن طريق المعلومات السرية، أول حاجة المعلومات السرية اللي وزارة الداخلية تقوم بمجهودات كبيرة لإحباط كل العمليات الإرهابية و الحصول على المعلومات عن طريق الوسائل المختلفة ومنها وسائل الاتصال الحديثة. وأكيد أن وردت معلومات لوزارة الداخلية وتم المتابعة المعني بالأمر إلى حد إلقاء القبض عليه. وأكيد أن التحقيقات الجارية معه في وزارة الداخلية ستثبت حقيقة علاقة المعني بالأمر بالتنظيمات الإرهابية حسب ما يسفر عنده تحقيق، حسب إجابات المعني بالأمر. طب هل هناك إمكانية أن يكون هذا الشخص قد جند آخرين معه في جماعات إرهابية داخل تونس؟ كل الاحتمالات ممكنة، كل الاحتمالات ممكنة إلى حد الآن. يعني لو أن المعني بالأمر
ليس له سوابق وليس له أي شبهة، رو تم الإفراج عنه. لكن طيب تقول أن لديه سوابق، تقول لديه سوابق أستاذ توفيق، ألم يكن القيمون على المصارعة في تونس يعرفون ذلك سابقا من خلال قنوات أمنية روسية، مخابرات روسية؟ ألم يتم التواصل مع بعض الأجهزة هناك لمعرفة تاريخ هذا المدرب؟ والله هو التعاقد مع المدرب هذا جاءت في ظروف غامضة، باعتبار أن جامعة المصارعة التونسية هي نفسها معناتها في وضعية غير طيبة، باعتبار أن الجامعة وجدت نفسها مضطرة للتعاقد مع مدرب النادي، خاصة وأنه 6 مدربين تونسيين قدموا استقالتهم من تدريب النخبة التونسية، وكان لابد أنه من الجامعة تتصرف، وأنه الجامعة كان لها اتفاقية متاع تبادل مع الجامعة الروسية، امتدت المدرب الروسي رياضيا، وليست له وليست للجامعة معلومات عن النشاط السياسي للمدرب. نعم الأستاذ، الصحفي توفيق القاسم، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. كما فهمنا منك أن القضية لا تزال غامضة، ننتظر جلاء التحقيق حول هذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر. في تطورات ملف الفساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، المتهمون بدأوا حملة الدفاع عن أنفسهم بهجوم مضاد ويسألون الادعاء عن الأدلة. منذ 27 من أيار مايو يواصل القضاء الأمريكي بالتعاون مع نظيره السويسري التحقيق مع أعضاء في فيفا بتهم الفساد. يوم ذاك اقتحمت الشرطة الفيدرالية هذا الفندق واستهلت حملة اعتقالاتها. يسمع مجتمع كرة القدم باتهامات فظيعة، لكن أحدا لا يرى أي أدلة ملموسة. بات مألوفا اعتقال أي شخص ذي ارتباط بكرة القدم، وعلى الفور يصبح موضع شبهة حتى يثبت العكس. صورة فيفا باتت في أسوأ أحوالها، بات بالإمكان اتهام أي كان وإدخاله إلى السجن وتلطيخ سمعته. واقع انتقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودافع بشدة عن الرئيس المستقيل جوزيف فلاتر، فقال إنه يستحق جائزة نوبل للسلام. لا يحق لأي دولة أن توسع قوانينها إلى حكومات أخرى أو حتى منظمات دولية، إذ كانت هناك عناصر فساد فيجب أن يتم إثباتها من خلال تحقيق. إشارة تأتي بعد توقيف مسؤولين سابقين وحاليين في سويسرا بناء على طلب القضاء الأمريكي. كلام بوتين جاء بالتزامن مع مثول بلاتر أمام لجنة الأخلاق المستقلة التابعة لفيفا. لجنة الأخلاقيات كانت ستستمع أيضا إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني يوم الجمعة، لكن رئيس الاتحاد الأوروبي رفض المثول معتبرا الإجراء سياسي ويهدف لمنع ترشحه لرئاسة فيفا. رئيس الاتحاد البرازيلي السابق جوزي ماريا مارين دفع ببراءته في نيويورك من تهم جديدة وجهت له. أما مكتب العدل الفيدرالي السويسري فقد سلم الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية خوان أنخيل نابوت إلى الولايات المتحدة. الباراغوياني وهو نائب رئيس فيفا أيضا دفع ببراءته أمام قاد فيدرالي في بروكلين في تهم اختلاس وتبييض أموال موجهة إليه. في السياق نفسه رأى الأمين العام للجنة المنظمة لمونديال قطر حسن الذوادي أن بلاده وقعت ضحية انتقادات كان يتوقعها، لكن ليس بهذه الشدة ودون أي دليل. وللحديث عن كل هذه القضايا التي طرحت في هذا التقرير، ينضم إلينا هنا في الاستوديو المرشح المستبعد لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم ديفيد نكد. أهلا وسهلا فيك ديفيد. شكرا على دعوتي. ديفيد، كما استمعنا في التقرير أن هناك العديد من الاتهامات والاعتقالات تطال شخصيات داخل أو التي تعمل في كرة القدم، من خلال متابعتك لهذا الموضوع، هل هذه الاتهامات صحيحة، خاصة أنه لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى اللحظة، أم أنها ممكن أن تكون كيدية في بعض الأحيان لتصفية الحسابات؟ أعتقد بداية أنه يشتر بنا أن ننظر إلى المسألة بطريقة عامة. بالطبع شهدنا على بعض حالات الفساد على مستوى الفيفا، لكن إذا ما عدنا إلى هذه الحالات نرى أنها كانت مستهدفة للفقراء وللبلدان الضعيفة والمستضعفة. لقد سمعنا مثلا أيضا بعض الاتهامات ضد بلاتر وضد آخرين، لكن
معظم المتهمين أتوا من منطقة أمريكا الوسطى ومنطقة آسيا ومنطقة أفريقيا، وهذا يطرح سؤالا يجب أن نكون متأكدين من هذا الواقع. هل هذا صحيح؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف فعلا الدول النامية والفقيرة؟ ماذا عن الفساد في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نحن بصفتنا مرشحين سابقين نعتقد أنه بالطبع مثلا يمكننا أن نعود إلى العام 1994 عندما سمعنا بشبهات الفساد. هل تم التحقيق فيها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أم يتم التركيز فقط على بلدان هي ضعيفة ومستضعفة؟ ولكن الولايات المتحدة هي التي اليوم تمسك بكل خيوط هذه اللعبة، يعني مكتب التحقيقات الفيدرالي هو من يتهم، هو من يعتقل، وإذا ما اتهم شخص خارج الولايات المتحدة ولا تستطيع أن تصل إليه يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة. كيف يمكن أن نعرف ما هو الصح من الخطأ هنا في هذه الاتهامات؟ هذه هي المشكلة تحديدا التي نواجهها. هل تملك الولايات المتحدة الأمريكية ولاية قضائية لتعتقل الناس في الأراضي السويسرية؟ نعم تملكها إن كانت حصلت على إذن من سويسرا. نعتقد صراحة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بذلك لأهدافها الخاصة وفقا لأجندتها الخاصة، بالطبع تريد أن تحصل على حق إقامة المباراة التي ستقام في قطر عام 2020. بالتالي توجد أسباب عدة، لكن طريقة التعاطي مع هذه المسألة هي طريقة معهودة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي عملت بطريقة أحادية بحتة، وشهدنا على حالات عدم إنصاف وحالات إجحاف. مثلا على مر العقود الثانية أو الثلاثة الماضية من الفساد، لا يمكن أن نقتنع أن الدول النامية هي وحدها التي شهدت على حالات فساد. لابد وأن حالات فساد حصلت في أماكن أخرى. بالطبع أعترف، أعرف أن البعض في من منطقتي نعرف أنهم كانوا فاسدين ونعرف ذلك منذ وقت طويل. الفساد يوجد لدينا لكنه لا يوجد فقط في البلدان النامية، ويجب أن ينظروا إلى داخل بلدانهم أيضا. يعني كما فهمنا منك ديفيد أن هناك استنسابية لدى الولايات المتحدة في طرح هذا الموضوع، هل يمكن أن يكون اتهام رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالفساد وإيقاء يعني عمل ضجة إعلامية في هذا الموضوع في هذه المرحلة تحديدا مرتبط بما تقول، خاصة أن هذا يتزامن مع يعني قيام البعض بطرح إمكانية استقالة الرئيسة دلما روسيف أو إقالة الرئيسة دلما روسيف عبر البرلمان البرازيلي؟ ربما في ذلك بعض المبالغة في التحليل. لا شك لدي في أن بعض المسؤولين عن الاتحاد البرازيلي فاسدين، لقد عرفنا بذلك منذ وقت طويل، لكن الفساد لا ينتهي عند هذا الحد. بالطبع سيستخدمون هذه الحالات لمنفعتهم وقد شاهدنا ذلك في الماضي. زيكو مثلا كان قادرا على الحصول على 5 أصوات، وبالتالي الأصوات في أمريكا اللاتينية تستخدم أيضا لتجير إلى بعض المرشحين في أوروبا. بالتالي ليس الهدف الربط بين ذلك وبين الحياة السياسية. يجب أن نبدأ بالتركيز على ازدواجية المعايير في السياسة الأمريكية التي تركز على البلدان التي تعتبر أهدافا سهلة والتي لا تعمل بما يتماشى ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أمريكا مدعوة إلى أن تركز على قاعدة أوسع من الاتهامات. ابدأوا من العام 94. ماذا حصل من عمليات فساد في أمريكا؟ بدلا من ذلك يركزون على حالات الفساد بدأ من العام 98، وبذلك ازدواجية واضحة للمعايير. يعني هل برأيك كان هناك أيضا فساد في مونديال 94؟ هل لديك معلومات في هذا الخصوص؟ لقد سمعنا بالكثير من المعلومات حول هذا الموضوع، حول العقود التي منحت وإلى من منحت تحديدا، وهذه المعلومات أصلا مطروحة في الحيز العام، هي موجودة. لماذا لم يحقق أحد بذلك؟ لماذا على سبيل المثال منذ ذهاب جيفري ويب وآخرين والآن رحيل هوليت، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بهذه الحالات بالكونكاكاف؟ ولاية قضائية الولايات المتحدة الأمريكية بأن تحتكر السيطرة على الكونكاكاف، فهي صاحبة الأصوات بنسبة 6.7%، ليس أكثر، فلماذا تسيطر على كل هذه الهيئة؟ هذه الأسئلة التي يجب أن تطرح. يعني من خلال كلامك ممكن أن نفهم
ما قاله الرئيس بوتين عندما دافع عن جوزيف بلاتر وقال أنه يستحق جائزة نوبل للسلام. هل يعلم بوتين أشياء ما زالت خفية حتى الآن لا نعلمها نحن؟ يعني من خلال ما نسمعه منك. وهل انتقل الصراع الروسي الأمريكي إلى أروقة الفيفا أيضا؟ Well, no doubt, football. لا شك football في ذلك. Translates across all lines. It goes into the geopolitical فكرة القدم area. تتخطى حيز الملعب وتصل إلى العالم السياسي، ولا شك في أن النزاع الأوسع الذي تدور تفاصيله في أوكرانيا وهذه الحرب الباردة الجديدة كما يقال التي انطلقت بين أمريكا وروسيا بدأت تترجم على أرض كرة القدم. لكنني لست هنا لأدافع عن بلاتر أو أدافع عن أي كان، كلهم قد يكونوا فاسدا وربما بدرجات متفاوتة، وكلهم أقله قد سهلوا حالات الفساد بهدف قمع العالم النامي. هذا هو هاجسنا. لسنا هنا لندافع عن شخص ولتسمية جوزيف بلاتر لجائزة نوبل للسلام، بل على العكس نقول أن التحقيقات يجب أن تنطلق، لكن أن تركز على كل الأشخاص الذين كانوا في سدة المسؤولية، ليس التركيز حصرا على البلدان النامية بل كل من أدار فيفا، البلدان النامية والبلدان الأكبر في أمريكا الشمالية. طيب ننتقل إلى موضوع المرشحين الحاليين لرئاسة الفيفا. ديفيد، آخر ما قام به ثلاثة من المرشحون الأمير علي سيكسويل وشامباني كان زيارة لجنوب أفريقيا، كان هناك اجتماع لاتحادات جنوب أفريقيا وكان هناك طلب لود هذه الاتحادات لكي تنتخبهم. ما هي أهمية اتحادات جنوب أفريقيا؟ يعني ما هي عدد الأصوات وإلى أي مدى قد تميل كفة أحد المرشحين في حال تلقى دعم من هؤلاء؟ Well, the countries within Africa. Well, it's one confederation, CAF. في الواقع لدينا مختلف بلدان أفريقيا ضمن اتحاد واحد، اتحاد الكاف مع 56 صوتا، ونعرف أنها تملك وزنا وثقلا حقيقيا، وبالطبع كل المرشحين يجب أن يسوروا كل تجمعات الاتحادات. أعتقد حاليا أن أفريقيا ليست خاضعة كما كان الحال في الماضي لحكم مرشح واحد، ولن تصوت ككتلة واحدة. الأمر سيئا بالنسبة إلى آسيا والكونكاكاف واليويفا، كل هذه التجمعات للاتحادات في الواقع منقسمة على نفسها بعض الشيء، ونعتبر أن المرشح المعين عندما يترك انطباعا معينا فيمكنه أن يجتذب الأصوات بحسب استحقاقه، ويمكننا أن نطلق حملات انتخابية عادلة ونظيفة. بالطبع الأمر سيكون صعبا في ظل هذه الظروف، ونعرف أن بعض المرشحين يحاولوا أن يتلاعبوا بالأصوات خلف الكواليس، لكن في النهاية نأمل فقط أن تسود الشفافية، ونأمل بالطبع أن تنتخب الفيفا أحدا يخدم مصلحة كرة القدم ويعيد لهذه اللعبة الاحترام التي تستحق. طيب باختصار، من برأيك المرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات رئاسة الفيفا المقررة في شباط المقبل؟ Well, it's difficult to say right من الصعب صراحة أن نتكهن الآن. الأبواب لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات. نعرف أن هناك مواجهة بين اليوفا والأي أن إف سي، أو كان ذلك في الماضي بين إنفانتينو والشيخ سلمان، ونعرف أن الأمير علي كان يسعى إلى تعزيز ترشيحه في مختلف أنحاء العالم، وشامباني هو رجل لديه من يدعمه من عالم السياسة خلف الكواليس، بالتالي من الصعب أن نتكهن النتيجة الآن، لا سيما وأن هؤلاء الأعضاء وكل الاتحادات عندما ستذهب إلى الاقتراع لا نعرف ماذا ستفعل خلف الأبواب الموصدة وخلف الستائر. كل ما يمكننا أن نأمله هو أن الجمعيات والاتحادات الأعضاء لن تخضع لأي إبلاءات وأن تنتخب وفقا لمصالحها الخاصة، وآمل أن تتيقن أن الآن ما من أحد قد ركز فعلا على حاجات العالم النامي. يوجد حاليا بعض المرشحين الذين يحاولون أن يعززوا مكانة البلدان النامية ويسلطوا الضوء عليها، وآمل فعلا أن يفوز الرجل الأنسب. صراحة أنا سأدعم بشكل كامل ذاك الشخص الذي يركز على تنمية كرة القدم في البلدان الأقل نموا. باختصار شديد ديفيد، أنت معنا اليوم، قيل أن ديفيد ناكيد تقدم بترشيحه ورفض لأنه لم يستوفي الشروط القانونية. نريد أن نعرف منك ما هو السبب الحقيقي وراء هذا الاستبعاد.
ورفض الاستئناف أيضا لا ننسى كمان. Well, the main reason given السبب الأساسي الذي أعطي إليه هو أن إحدى الجمعيات الأعضاء وهي جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية قد عارضت ترشيحي، وبناء على استئنافنا ومحاششتنا في الواقع لم يتم التقدم بخطابين ذات صوابية قانونية، وهذا صح صحيح. لقد تقدموا فقط برسالة واحدة بحسب سجلاتنا، واللجنة التنفيذية التابعة لهم لم تقم في الواقع بإرسال هذا الخطاب مباشرة إلى فيفا، وهذا يتنافى مع قواعد الفيفا المباشرة ضمن المادة 13 الفقرة الثانية من قواعد الفيفا التي تفيد بأن كل الأعضاء يجب لا يمكنهم أو يحق لهم بل يجب أن يقدموا أي اعتراضات مباشرة لأمانة الفيفا، ولدينا في الواقع إثباتات على ذلك، والكاس قد دعمت الفيفا في هذا الحكم، لكن في الواقع الوضع سيكون يكون مثيرا للاهتمام حيث أننا نملك المنطق القانوني معنا وسننتظر لنرى ما هو الحكم الأخير لكاس. ستبقى معنا ديفيد وسنتحدث أيضا عن الفيفا، ولكن في موضوع آخر يتعلق بالرعاة في الفيفا. صحيح أن ميزانية الاتحاد الدولي لكرة القدم ترتكز على بيع الحقوق التلفزيونية ولا سيما كأس العالم، إلا أن جزءا وافرا منه ناجم عن عقوده المليونية مع شركات الرئيسة الراعية، فما هو موقف تلك الشركات إذا فضيحة الفساد الكبرى؟ كان طبيعيا أن تبدي الشركات المحسوبة على الولايات المتحدة تذمرها من فضيحة فيفا بعد حملة القضاء الأمريكي الواسعة التي طالت مسؤولي منظمة زيوريخ. اتهامات واعتقالات بالجملة دفعت تلك الشركات إلى التفكير مليا بسحب تعاقداتها مع إمبراطورية كرة القدم. شركات عديدة طالبت باستقالة فورية لرئيس فيفا جوزيف بلاتر. كوكاكولا للمشروبات الغازية، ماكدونالدز للوجبات السريعة، فيزا للبطاقات الائتمانية، وبادوايزر للجعة حذت حذو الأمريكيين في طلب الإصلاحات ورأس العجوز السويسري، وانضمت إليها مجموعة هيونداي للسيارات بعد خروج الكوري الجنوبي تشونغ مونغ جون من سباق رئاسة الفيفا. تشونغ أوقف لست سنوات، فأعلنت الشركة التي يمتلك فيها حصة الأسد الحرب على فيفا. شركة أديداس الألمانية للملابس والتجهيزات الرياضية لم ترفع الصوت في البداية من أجل استقالة فورية لبلاتر، بل حثت على إجراء الإصلاحات. الأسبوع الماضي لحق رئيس أديداس هيربرت هينر بباقي الرعاة الرئيسيين. الشركة الممولة لفيفا بـ30 مليون يورو سنويا حتى عام 2030 أقرت بوجود حلول بديلة في حال فشلت إصلاحات المنظمة الرياضية. هينر عبر عن غضبه من إعادة التذكير بحصول مؤسس الشركة إيدي داسلر على ثروة جراء حقوق نقل المونديال بأسعار مشكوك فيها، وما أساء أكثر إلى الصانع الألماني دفعة من رئيسها الراحل روبير لوي دريفوس شوهت ملف مونديال 2006 وقد تطيح رؤوسا في مقدمتها القيصر فرانس بيكنباور. إذن هي شركات الراعية تهدد هذه الأيام الفيفا. ديفيد، لاحظنا أن أديداس لمحت مؤخرا إلى إمكان إيقاف دعمها للفيفا، إلى أي مدى هذا التهديد جدي؟ وإذا ما أقدمت أديداس على هذه الخطوة، ما هي النتائج السلبية التي ستترتب على هذا القرار بالنسبة للفيفا؟ Well, the sponsors are very important. بالطبع الشركة الراعية هامة جدا بالنسبة إلى الفيفا، ليس فقط بالنسبة إلى العقود المستقبلية، أيضا بالنسبة إلى إيرادات الفيفا. وأديداس هي من الشركات الراعية الأساسية ولديها عقد مع الفيفا حتى العام 2030 كما أعتقد، بالتالي من المهم جدا أن تعبر عن رأيها بالنسبة إلى وضع الفيفا الحالي. ودعونا لا ننسى أن أديداس قد كان لها دور في الكثير من ادعاءات الفساد التي طالت الفيفا من الداخل، وبالتالي بالطبع نريد للشركات الراعية أن يكون لها صوت، لكن لا يمكن أن نشهد على مستوى تنشيط كبير لهذه الشركات حيث تملي السياسات. يمكنها أن تؤثر على السياسات المعتمدة على مستوى الفيفا، لكن يمكنها أن تملي على الفيفا ما هي السياسات التي يعتمدها، وبالتالي نعتقد أن الوقت قد ولى وتأخر، وكان لابد لشركات الراعية أن تعبر عن رأيها بالنسبة إلى حالة الفساد عندما كانت
تحصل هذه الحالات، لا سيما وأنها تجاهلت البلدان النامية ولبنان وترينيداد وتوباغو هما من هذه البلدان، وكان لابد وأن نسمع بأصوات داعية لكشف حالات الفساد في مختلف البلدان النامية التي تمثل ربما أكثر من 80% من الانتخابات الفاعلة في العالم. لكن الأهم هو أن نقول أن الجهات الراعية وشركات الراعية لها الحق في أن يكون لها صوت، لكن لا يحق لها أن تملي على الفيفا السياسات، فقط تؤثر على السياسات، وهكذا يجب أن تكون الأمور. ديفيد الترينيدادي، ديفيد ناكد المرشح المستبعد عن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا في الختام نذكركم بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك رياضة الميادين، ولمقترحاتكم وأسئلتكم عبر البريد الإلكتروني sports@almayadin.net. ولمزيد من الأخبار الرياضية ولمتابعة نشراتنا زوروا موقعنا www.almayadin.net. إلى اللقاء.